وهاي المشروع اللي رفضه مجلس الشورى الخاص بزيادة الفترة اللي ممكن ندفع فيها نص مبلغ المخالفة المرورية من أسبوع ل 15 يوم، وزيادة مدة دفع الغرامة قبل تروح للنيابة من 30 يوم إلى 45 يوم. المجلس بعد رفض مشروع قانون يعفي ذوي العزيمة من مخالفة الوقوف الخاطئ في حال عدم وجود مواقف ثانية، وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون خاص باستخراج الرمال البحرية. كل هالأمور نبي نحاول أن احنا نتعرف عليها أكثر وناخذ توضيح من سعادة عضو مجلس الشورى السيدة جميلة سلمان. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا هلا وسهلا فيك. كنا حابين أول شيء نستفسر عن القانون الأول، ليش رفض المجلس زيادة فترة دفع نص الغرامة إلى 15 يوم مع أن الأمر هذا يخدم الناس؟ طبعا يعني احنا هذا القانون اساسا يهدف لتنظيم مده التصالح في بعض الجرائم اللي نص عليها قانون المرور، ومثل ما تفضلتي هو نص في القانون النافذ نص على مده 30 يوم للتصالح. اذا قبل المتهم التصالح يدفع الحد الادنى للغرامه اللي المقرره حق الجريمه، واذا بادر بالسداد خلال 7 أيام من عرض التصالح انخفض الى النص. هاي المشروع جاء بمد او اعطاء مده اطول بحيث تكون المده من 45 يوم اذا بادر بالسداد خلال 15 يوم يخفض المبلغ الى النص. احنا تعينا طبعا المجلس في الواقع العملي في المرور اساسا يسمح للمخالف انه هو يدفع جزء من المخالفه اذا سدد الباقي في وقت لاحق، وهاي الاجراء هو بحد ذاته المتبع يخفف ويراعي ظروف الناس. نعم. بالإضافة أن الأهم في هاي التعديل، إحنا عندنا طبعا في أغراض وفي أهداف للعقوبة، هذا التعديل يتنافى مع الغرض من العقوبة. الغرامة أساسا هي عقوبة مقررة للجريمة وفيها ردع يؤدي إلى ضبط الحركة المرورية ويمنع المخالفة ويمنع تكرار الأفعال المجرمة في القانون. هذا التعديل لو أقر راح يعني راح يفرغ النص العقابي من مضمونه الأساسي اللي هو الردع. وبعدين المدة المحددة في القانون احنا اعتبرناها كافية وتفي بالغرض او بالغاية. وقانون المرور ايضا في نفس القانون هو اعطى الحق للمتهم اذا انقضت الفترة زين اللي محل التعديل اللي فترة التصالح بمكان انه يسدد ربع الحد الاقصى للغرامة اذا عرض التصالح امام النيابة العامة. يعني هناك فرص كثيرة ممكن ان تعطى للشخص للتصالح في هذه الجرائم المنصوص عليها في القانون. صحيح، بس يمكن في ناس بعد كانوا يقولون انها من مبررات الرفض ان تمديد فتره دفع نص الغرامه يخلي الناس تتساهل في المخالفات مثل ما ذكرتي لنا، بس نرجع ونقول انزين وين بيكون التساهل اذا كنا احنا في كل الاحوال راح ندفع مبلغ الغرامه؟ نعم، هو طبعا يعني احنا نفس ما قلنا الغرامه اساسا الموضوع التصالح هو وضع للتسهيل من اجل يعني التسهيل على الناس من اجل سداد اتاحه فرصه لهم لسداد الغرامه، وهذا موجود في القانون. نعم. ولكن الغايه الاساسيه هو طبعا الردع. القانون اساس القانون انك انت لما ترتكب جريمه لابد ان توقع عليك عقوبه، فهني موجود في هذه طبعا المخالفات في عقوبه الغرامه، هذه اساس العقوبه، قصدي هاي الاساس من القانون، والاساس من قانون المرور ايضا انه هو يعني ان احنا نحد من المخالفات، نحد يعني اللي موجوده، نحد من السلوكيات اللي الخاطئه الخاطئه. نعم. فهذا هو الهدف الاساسي. جميل، طيب مجلس النواب وافق على زياده فتره التصالح واليوم الشورى يرفض، ف احنا مو بعارفين شنو راح يكون مصير مشروع القانون. طبعا في هذه الحاله راح اطبق الماده 84 والماده 85 من الدستور، وهي هو اللي وضع الاليه لذلك. الحين بالنسبه لمجلس النواب اما ان يتوافق مع قرار مجلس الشورى او ان يرفض قرار مجلس الشورى ويصر على قرار السابق. نعم. بدون طبعا ما يجوز انه هو يجري اي تعديلات على مشروع القانون. في هذه الحاله يحال مره اخرى الى مجلس الشورى للنظر فيه، يا أنه يتوافق مع مجلس النواب أو يصر على قراره، وإذا طبعا أصدر مجلس الشورى في آخر قراءة على قراره يحل المجلس الوطني طبعا وفقا للمادة 85 من الدستور. جميل، طب لو بننتقل وياك للقانون الثاني، شن هي وجهة نظر مجلس الشورى اليوم في رفض مشروع إعفاء ذوي الإعاقة من مخالفة الوقوف الخاطئ، خاصة أن المبررات كانت أن الكل سواء أمام القانون؟ طيب وهذا لين؟ لأنهم ذوي احتياجات خاصة، ما في مراعاة لوضعهم خاصة وأنهم يعانون في صعوبة في الحركة؟
هو طبعا في الأساس يعني لازم نحن نوضح أن السلطة التشريعية تولي اهتمام بالغ بذوي الإعاقة، يعني ما يمر أي دور في جسمه من أي فصل تشريعي إلا في هناك يعني مناقشة لمقترحات أو مشاريع قوانين لتعزيز حقوقهم، وإحنا يعني حريصين على يعني إعطاء ذوي الإعاقة الأولوية في هذه التشريعات. بالنسبة لهذا القانون، مشروع قانون المرور فيما يتعلق بهذه الجزئية، هو طبعا جاء بإضافة بند هي للمادة 56 يقرر حق ذوي الإعاقة في مخالفة قرارات إدارة المرور دون مسؤولية، بحيث أنه إذا ما توفرت مواقف مخصصة أو كافية أو مشغولة، زين بإمكانه أنه يوقف سيارته بشكل مخالف، زين على أساس أنه يقضي طبعا أموره أو مشاويره دون أن يتحمل مسؤولية. المجلس اليوم طبعا صوت بالرفض، في هناك أسباب. أول شيء إن إحنا قانون المرور يعني لا شك إنه هو يهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات وعدم تعريضهم للخطر أو والاستخدام الآمن أساسا للطريق وبدون إعاقة أو تعقيد للآخرين، يعني المصلحة العامة هي فوق المصالح الخاصة. إقرار هاي المشروع لا شك بأنه بيؤدي إلى تعريض الغير وممتلكاتهم وكذلك يعني جسمه تعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر، وأيضا المركباتهم أو سياراتهم عندما يقومون بإيقافها بطريقة خاطئة. وإحنا لا يمكن أن طبعا إعطاء عذر لمخالفة القانون وتشجيع على ارتكاب المخالفات المرورية. وأيضا عندما قمنا بمراجعة القوانين المقارنة للدول الأخرى ما شفنا نص شبيه لهذا التعديل، فبالتالي يعني وايضا مراجعه الاتفاقيات الدوليه اللي صادقت عليها مملكه البحرين فيما يتعلق بحقوق ذوي الاعاقه، الاتفاقيات لم تنص على ان الدول تقوم بالتدابير او ان تسن القوانين التي تعطي لذوي الاعاقه الحق بانهم يخالفون القوانين. فالقانون نفسه وايضا في القانون نفسه احنا لو قرينا القانون نفسه قانون المرور لم يقل حقوق هؤلاء او هذه الفئه، نص على تخصيص مواقف خاصة لهم وأيضا إيقاع عقوبة لكل من يشغل مواقف أساسا مخصصة لذوي الإعاقة. إذن المصلحة العامة هي طبعا أو خلينا نقول هو سيد الموقف، ولا يوجد هناك أي فرق في تطبيق القانون. نعم. شكرا جزيلا لك سعادة عضو مجلس الشورى جميلة سلمان. شكرا. طبعا احنا مواصلين معكم.